راح يلتقيان الاثنين الثلاثاء القادم. هذا كرة ملعوبة تأتي راشد الدوسري، عرضية خطيرة بحرينية خطيرة 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 وجول. سجلت البحرين، سجلت البحرين، سجلت البحرين عن طريق جيسي جون، عن طريق جيسي جون، عن طريق جيسي جون بمرتدة متوقعة للمنتخب البحريني. كالديرون اللي أجرى كثير من التغييرات الهجومية، ونفس السيناريو، هدف وحيد سجل أمام السعودية في الملحق في 2010 في تصفيات كأس العالم. نفس الطريقة، نفس الطريقة، نفس الطريقة، يسجل اللاعب جيسي جون هدفا في المرمى السعودي. لكن ما يقصروا الحقيقة اللاعبين الأخضر السعودي، ومرتدة كانت المنتخب السعودي تحت 22 سنة المطعم بأسماء كبيرة أمام المنتخب البحريني الأول الذي سيشارك في بطولة الخليج القادمة. عمل جيد، لكن في النهاية المرتدة تأتي بهدف. لكن باقي